ازيك يا فنان منك له وليها. فيديو النهارده هي سلسله كنا بنعملها زمان من كام شهر كده، ولكن وقفنا الفتره عشان ما كانش فيه تفاعل كتير عليها، وما كانش فيه كتير بيعملوا صور بكميه ان انا اقدر اعرضها في الفيديو. ولكن من ساعه ما احنا سبنا لاخر فيديو عملناه عن صوركم اللي انتم بتعملوا عليها تاج على انستجرام، وان انا اشوف صوركم واقول لكم رايي فيها، لقيت اكتر من 200 صوره محطوطين عندي على انستجرام، في اللي هو استغربت جدا. فقلت يلا نعمل حلقة كده كل شهر ولا كل اسبوعين مثلا، كل فترة وفترة نعمل حلقة عن صوركم انتم اللي انتم صورينها وعاملين لي تاج عليها على الانستجرام، واشوف الصور واقول لكم برضو شوية نصايح لكل صورة ممكن تستفيد بيها، حتى لو انت مش مصور الصورة دي او لو انت اللي مصور الصورة دي تستفيد بيها تصلحها وتطلع بصورة احسن بكتير. فيلا بينا نبدأ اول صورة من زوزة فوتوغرافر، مصورة طبق فاكهة وعنب وشوية حاجات. عجبني جدا الكلوز ابس، ان انت مركزة تفاصيل والكلوز ابس على الحاجة، لكن الصورة من بقية تحسيها اوت اوف فوكس شوية. انت لو كنت ظبطت شوية الاضاءة، يعني الاضاءة كلها تقريبا من مصدر اضاءة واحد، وكمان مش ناعمة، في جزء في مصدر اضاءة ناعم، بس في نفس الوقت انت تقريبا منورة لمبة السقف بتاعت الاوضة، لان باين الخط في الناحية التانية ان الخط هرش، باين باين الخط بتاعه. حاول انك تظبطي الاضاءة اكتر، لو تمتي بالاضاءة اكتر الصورة دي هتختلف 180 درجة، بس كتصوير وكتكوين الصورة حلوة. الصورة اللي بعد كده من مرسي فوتوغرافي، بص هي الصورة حلوة بس انت مأفر شوية في الايديت او في الفلتر، في جزء من السكن تون لونه اتغير، الايدين بقى لونها احمر، يعني الايدين انا عارف ان هي بتبقى افتح من الجسم، فالايدين بقى لونها احمر، فديت اول غلطة. كتكوين الصورة كويسة، والصورة برضو ديت برضو كويسة، بس مش عارف انا مش فان للبناطيل المقطوعة الصراحة. فلا يوسف سمير مصور صورة لورد، هو انت عم عامل فوكس على الوردة البعيدة، كان يبقى احلى لو انت عملت فوكس على الوردة اللي اقرب شوية منها، واللوجو كبير قوي، ما تحطش ابدا اللوجو كبير، انت كده كده اللوجو بتاعك مش ملوش لازمة، بس احنا بنحطه كده اللي هو يتعرف ان الشخص ده هو اللي مصور الصورة دي، بس صدقني اللوجو ملوش لازمه اصلا. انا مجرد بحط ماوس مثلا على الصور بتاعتي، ان هو لما تيجي تشير الصور بتاعتي تعرف ان هي كده، بس ملهاش لازمه، شغلك بيقول انت مين، حتى لو ما حطيتش لوجو هتعرف انت مين. في واد رخم ماشي في الشارع قاعد عمال يزعق مش عارف بيقول ايه اصلا، ما حدش فاهم منه حرف وقاعد ماشي. صوره بقى جامده جدا، صور شويه صور حلوه من كارلوس عناد، الواد ده بيقرب ليه، هو بيقول ايه اصلا، بيبيع ايه سجاد مش عارف انت. المهم بص انت منزل اربع صور، الصور الاربعه حلوين، لكن في صورة بالتحديد عجبتني جدا اللي هي الصورة التالتة دي. لا الصورة دي فعلا جامدة، تكوين الوان اضاءة شكل، الصورة من اولها لاخرها حلوة جدا. وانا عارف انت مصور بالموبايل تقريبا، انت مصور بالموبايل مش متأكد، بس مفيش عزلة خالص، فتقريبا انت مصور بالموبايل، لكن الصور بجد حلوة جدا. الصورة الاولى والتانية والتالتة حلوين، الرابعة برضو كويسة، بس كانت تبقى احلى لو المشروب كان في النص وحواليه بقية الحاجات. الصورة اللي بعدها من احمد فوتوغرافر 2، هي حلوة بس انت كنت تنزل اكتر من صورة منها، يعني انت لافف في الوش وبس، تعرف لو كانت ديت صورة قريب بطريقة قريب اكتر، يعني واحدة بعيد ومحط جبن بعديها، يعني واحدة كمان قريبة قوي وعميقة تبقى احلى. شايف صوتهم بيبقى عالي قوي كده ليه بدون سبب؟ ايه ده؟ انت بتبيع ايه؟ والله ما حد يشتري منك، بيعدي كل يوم وما حدش بيكلمه اصلا، هو ايه ده؟ ناس تخلف. لو تفتكروا بقى عادل، فهو دايما بيطلع بصور جامده. عادل مصور صوره تقريبا، الصوره دي مصوره في الشلالات، فعلا الصوره جامده حلوه، تحس ان انت اصلا في منطقه ريفيه، الاضاءه كانت تقريبا لاسعه معاك شويه في الوقت دوت، تقريبا كنت بتصور في وقت الظهر، بس الصوره حلوه ما عنديش اي كومنت عليها، بس انت كنت تحاول تخلي البتاع ده ذهبي اكتر شويه، كنت تخليه ذهبي بس كان هيعمل شكل احسن، لان نفس لونه نفس لون السكن تون، فطالما لونه نفس لون البشره فهيندمج بزياده في الخلفيه، انت لو كنت خليت لون العشب دوت ذهبي اكتر شويه كان الصوره تبقى اجمد. سيفكس فوتوز ايا كان، انت اسمك سيف ده انا عارفها من الاسماعيليه، احلى ناس. مصور لبرفان بصراحه حلو، لو بصراحه الصور ديت انت لو كملت تصوير برفانات وكملت تصوير منتجات زي كده صورة حلوة، لو انت تقدر تشتغل في الموضوع ده. مروة احمد، انا مش فاهم انا ببص على ايه الصراحة. عمر بي اتش من بورسعيد، انا افتكرت في الاول الصورة دي
مش انت اللي مصورها وافتكرتك محملها من على النت ولا حاجه، دخلت على الصفحه بتاعتك لقيتك مصور برضو شويه صور من ديت كده. انا رايي انك تصور صور دي كتير وتقدر تبيعها، لو فعلا الصور النوعيه دي بالكواليتي دي بالشاربنس ده بالشكل ده بالتكوين ده تقدر انك انت تعملها وتصورها وتبيعها او تطبعها وتعلقها على الحيطه، ده فعلا الصوره جامده جدا. عمر بي اتش صوره جميله الصراحه، تحس ان هي صوره متاخده من فيلم عربي، فاللي هو حلو ما فيهاش، ما عنديش اي كومنت عليها غير ان انت كنت ممكن تعمل كليبنج بالكيرف على الهايلايت يعني الاضاءه المنوره، كنت انت ممكن تسحب طرف الكيرف من فوق خالص على اليمين تسحبه لتحت شويه كان هيعمل معاك تون احسن او لوك احسن في حته الهايلايت، بس الصوره كده حلوه جدا. احمد اهاب فوتوغرافي او بي اتش، بس انت تكوينك دايما بيبقى حلو كتصوير، تكوين حلو بس انت محتاج تظبط شويه السكين تون، السكين تون بتاعك ضارب بني او لون من درجات البني، المفروض تعمل تنعيم شويه للبشره على خفيف لان وشها ملطخ او مبقع بسبب التون اللي انت عملته، فكان المفروض تعمل تنعيم بعد كده تحط التون اللي انت تعمله. نختم بقى مع عادل بي اتش مع صوره جامده مصورها تقريبا تحت كوبري سيدي جابر. انا شفت شويه صور من اللي انت منزلها ديت، الصور دي جميله جدا فعلا، التون حلو، اللوك حلو، الالوان حلوه، ما عنديش اي كومنت عليها الصراحه. وتقريبا انت حاطط ريفلكتور في الناحيه اليمين او في حاجه عكس الاضاءه من الناحيه اليمين، ففعلا اللوك الشكل التكوين الموديل نفسه الشعر الصوره جامده جدا. عايش كمل بس كده، هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبك، ما تنساش انك تعمل لايك على الفيديو، تشترك في القناه لو مش مشترك، الشير حاجه لطيفه جدا لو بتعملها، واشوفكم الفيديو الجاي، سلام.